حدش مكوى في البلد دي الا اللي مرمي فيها. طب ما انا سايب بيتي واولادي وجيت معاكم اهو. بعد ايه يا شيخ حسون؟ يا سيدي لما ده الداعي جيت وانا كنت في مصر بخطري؟ اتخليت عنكم عمري؟ ده احنا في ايام الانجليز حاربنا. ايوه حاربنا سوا ايام الانجليز وايام السلطه. رحنا الشام في عز البرد والتلج الحارب، شفنا الموت بعينينا، دفنا مننا ناس في التلج، لا خفنا ولا ولينا. ليه؟ لاننا كنا رجاله وقفنا وقفه رجاله. وفي ثوره سنه 19 حاربنا مره تانية مع سعد باشا، حرقنا الاطار، قطعنا سكه الحديد ضد الانجليز، ضربونا حبسونا، مات مننا اولاد، انما كنا رجاله وقفنا وقفه رجاله. وفي الانتخابات اللي فاتت بلاش نتكلم عن النتيجه، انما احنا وقفنا معاك يا شيخ حسونه وسمعنا كلامك، كانت النتيجه ايه؟ انضربنا اتهنا، لكننا كنا رجاله وقفنا وقفه رجاله. لما كانت حياتنا متعلقه بشعره وبيننا وبين الموت خطوه واحده، ما خفناش، حجبنا بصدورنا، حاربنا عدونا. ليه؟ لاننا كنا رجاله وكنا واقفين وقفه رجاله. وبعدين دلوقتي بقينا فين؟ كل واحد راح لحاله، كل واحد شق طريقه، كل واحد افتكر نفسه ونسي الباقيين. انت يا شيخ حسونه، انت سبت البلد ورحت البندر علشان تاكل العيش الابيض المتمرق في تراب الميري. والشيخ يوسف، يا عيني على الشيخ يوسف، فتح له دكان علشان يشد لقمه العيش من بصره الفلاحين الغلابه. وانا ايه؟ انا راخر، راخر، فضلت كافي خيري شري، فضلت عايش ساكت وصابر وعايش على ايام زمان، على امل تيجي فيها شيخ حسونة وتنفخ في صدرنا علشان نصحى من جديد، نصحى من جديد. لكن فين كانت ايام زمان اللي ما تتعوضش. كان عندنا مروءه، كان عندنا قلب، كنا رجاله، كنا فخر البلد شرفها وزينتها. وادي النتيجه اللي وصلنا لها دلوقتي، قاعدين نتكلم ونشكي ونولول زي النسوان. اتفضل يا شيخ حسونه، ادي عبد الهادي، وادي محمد، وادي دياب، وادي عبد الرحمن، وغيرهم كل اولاد البلد قاعدين يتفرجوا علينا واحنا حاطين ايدينا على خدنا وعمالين نتكلم ونلطم زي النسوان. اللي يقول بكره تتعدل، واللي يقول الصبر طيب، واللي يقول كلام، واللي ما يعرفش يقول ايه. بقينا عايشين في كلام، نايمين في كلام، ساكتين في كلام، كل حياتنا بقت كلام في كلام في كلام.